اسم بشتا يا عمارينيا كأشات رغمو اندزي نميل كتتات رغمي يلاو تنبلو يونا اندو مسل مفتر احل يا متنفشا بوانباو تشاتن سنتنفس لمي جاباو بنن اور لمن تنفسو عير عقب يتغنن ملاش مستات وين مقطعت يميل عينت رغوامي يلاو نو cause يميلو هي نجار يمتقال هي هي يمتقال يميل عينت عندي كتش عليه لا جن عجلات نجارو تشالو I think مكنياتنا عجلات وهي risk factor نوع من اللي بنقول زي نوع عجلات نجارو تشالو وده ميتلا يو لم سالي بزر لي مت أشلا بيت سب بيت سب يا سب بشتا كلا يا سو باس مي مي يا زدلو كفتن يعني هو يملي له بيت سبو كليلا من الأول لرجم جزي يا كابي بكلت ليهم يشلال أو بيت استيال ياير بكلت ليهم يشلال لك شيء مكات إنشات نام بمكات كات ثانية هون إذا تم أوفر ويت مراس بتأم أوبس وين مفرم هون لان دزاين تقالة جملة تيمتش أمري نورا بيشنتوش أسمع لبين ليش مات ستريت انتلا مالت ما ساليون يشلال أير مات أرالة ويزينغ من الله ويمسي تنفسون ده ما فاج أتاينا تمس موت أتي هنا هيم إبسو جيون يتأبك كل ما ت جيون هنا وقت وشن يتأبك متى النزي صوستو نجاروش مسرته يوم الجلج أو شو ناتشو على ما كف درجة بمتو مليون ميكوترو أو يا علمت إن درجت بيا عمتو وين ميعوت أو يا بشتوش زرزرنا يتذكرش كده لا بمتو مليون ميكوتر صوت من على تتلاقي كتر لين جاهو لما توصل متو مليون أهل صوت بعلم زرية يتذكرنا إلى إنه ببرسنت وده راح نتبع مستهل يعلم حزب تذكينه إلى البزيونيتا وده حاجة راح تنسى إنه متى أهونم كونكريت يونا كتر لما يه ليش تغير شلال جن إس كسمنت برسنت هوا كيوش بزي عسم همم تذكينه لين شلال كمناو قد تا مدانيت كمستقتم غار يتياز على حكمنا على مدانيت قسقاش يهونو ويم دمو ايي نغر سادرق اسمو يقسقس بينال بلو هممتنيوچ ياقالو ايننهم يالاچو يانن نغر بماسوجد بشتاو مكلاكل ويم دمو የማከም አንዱ ፓርት ነው ልክ መዳኒት ወስዶ የተሲነሳበት እንደሚወስደው ሁሉ ያ ነገር ለምሳሌ የሆነ ሽታ ሸቶት የሚቀሰቀስበት ከሆነ ያ ሽታ ማስወገድ አንድ የህክምናው አካል ነው ማለት ነው ሶ በግርድፉ ወይም በጥቀሉ መዳኒት በመወሰድ አለ ያ የቀሰቀሰበት ነገርን አቮይድ በማ ወይም ያንን በማስወገድ በሽታውን ማከም ይቻላል የማህበረሰቡ የተለያየ የተሳሳተ ሐሳብ ሊኖር ይችላል ያ ማለት ወይም አስም በሽታ አሁን ከመጣውበት ማህበረሰብ ወይ የሆነ እንስሳ አርዶ ስጋው መብላህ ሊልሽ ይችላል ማራሱ መውሰድ የሚላል አስም የሚመጣው በዚህ ነው ብሎ ደግሞ ሌላ እንደ ማህበረሰቡ የሚሰጠው የራሱ ጀስቲፊኬሽን ሊኖር ይችላል መዳኒቱ ይለምዳል የሚላል that's totally wrong ነው ከሐኪም ትዛዝ ውጪ የሚወሰድ መድኃኒት የሚፈጥረው የራስ የሆነ ችግር አለ ይሄም አንድ ሚስኮንስ ወይም የተሳሳተ አረዳድ ነው ብዬ ነው ማስበው ይታከማል እንጂ አይደንም እንደምንለው አይነት ነው የሚቀሰቀስበት ነገር ካስወገደ 100% የማስወገድ ነገር ሊያስቸግር ይችላል ይሆናል እንጂ ያንን በሽታ የመምጣት እድሉ በጣም ሊቀነስ ይችላል እንጂ ሙሉ ለሙሉ ግን ኪውርድ ወይም ደግሞ ሙሉ ፍቱን መዳኒት ያለው አሁን ባስም ህክምና ኦቨርኦል የፔሸንቱም የራሱ አስተዋጽኦ አለው ሐኪሙም አለው እና እንደ ገቨርንመንት የራሱ አስተዋጽኦ አለው ይሄ ነው ማሰበው ፔሸንቱ ሐኪም የሚለውን ዳይሬክሽን ወይም እንደዚህ ብታደርጉ የሚለውን ከሐኪም ጋር ተማክሮ ሐኪሙ ብቻ የሚለውን ተነጋግሮ ያለውን ነገር ማድረግ ማለት ነው ሌላ ፖይንት በጣም ውድ መዳኒቶች አሉ ማለት ለሰፊው የማህበረሰብ ወይም ሰፊው ለአስም ህመምተኛ አፎርድ ማይደረጉ ግን ስታንዳርድ የሆኑ ሜዲኬሽኖች አሉ። ያም አንድ ችግር ነው ምናልባት በገቨርንመንት ወይም ደግሞ በሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ በኩል ያን መዳኒቶች ለሰፊው ማህበረሰብ
የሚدارسበት ወይ ቢኖር ያ መልካም ነው ነው